تقولون انه ايش اكثر ماتش عجبتني؟ موت احراج. كرم جاي مع الحاف متغطي بحسب التاكس. حسني ما كنت كيف كيف رجعت لكم مره ثانيه دحين خلاص اكيد عرفت ايش بسوي فره بسم الله اكيد عرفت ايش بسوي صح بحط دحين زيت وكذا صراحه التزمت على الزيت صرت احطه يومين في الاسبوع ومره كويس ترى اني التزمت ولا انا ترى مره سحب وكل شويه اسحب فلاحظت ترى نتائج في البدايه كذا ساقط شعري كذا بس خلاص شعري دحين احس انه طول ما شاء الله مره فيب بحط دحين الزيت مع اني كنت محتاره صراحه احط زيت ولا سدر او حنة بس مرة مالي خلق للسدر والحنة مرة مالي خلق بنات مرة فخلاص بجلس كذا اتفرج واحط الزيت كذا واسوي مساج لشعري وحركات بركات اكتشفوا ولا تنسوا الخطوة هذه ترى مرة مهمة انكم تسوي مساج نفس فروة الشعر لما تحطوا الزيت مرة لازم بجلس كذا حق 10 دقائق بعدين اروح اتروش جلس مش كنت بقول يا ربي ايوه بعد ما نتروش توقع كذا بعد العصر بنطلع فخلاص يعني في عندي وقت كذا اجلس وكذا طيب ونكثر يعني كذا ونحط نوزع في كامل الشعر انا احط صراحه في كامل شعري ريحته ترى مره فيكس مره ريحه فيكسين كذا ريحه فوح بشكل ما ادري اذا بصور لكم ولا اتجهز ما ادري اذا بجهز اصلا ولا لا ما له خلق اتجهز بلبس نظاره شمسيه ده منه شمس يعني مر بس الاجواء كويسه الحين ببدا اسوي اسمع الصوت اصلا هذه الطريقه ترى من استعمل هذا استعملها مع الزيت ومع الشامبو حتى مع الشامبو ترى بنات مره احب اسوي بهذا احس انه يتوزع الشامبو مره كويس خصوصا اللي شعرهم دهني زيي يعني يحتاج انه لازم يغسلوا شعرهم كل شويه يجربوا هذه الطريقه اللي هي بهذه يحطوا الشامبو هنا ويسووا اذا الحين ببدا اتجهز بحط كريم مرطب والواقي شمس وقبل ما نروح بشويه بتجهز الحين بنطلع رايحين مطعم نتغدى اتوقع بنروح مور فيب واليوم مالي خلق احط الكونسيلر اللي مره كبر جعالي فراح احط حق هدى بيوتي وبحط كذا قليل كذا اخلي شويه تنوير بحق تو فيست عشان كذا يبان انه في كونسيلر فكذا وترى هذا المره ما ينفع لا فونديشن ولا كونسيلر ما ينفع يكون فونديشن ما ينفع ابدا يعني ما في له اي فونديشن ما في اي فونديشن في الموضوع بحط البلاشر حق نوت ستيكس تعرفوا صح درجة هذه درجة بابي تقول الخب اسمع ايش رايكم اوريكم انبوكسينج اللي شوفوا هذاك الكيس الاسود حق كيو ان داي دقيقة بنات اشتريت اغراض من كيو ان داي قلت خليني اوريكم هي تخيلوا كان في عرض ايش في كيو ان داي دحين مسوين عرض رهيب رهيب بنات هذا شريته ترى بفلوس عشان لا احد يحسب انه هذا اعلان والله بفلوس اوريكم الفاتوره دحين المهم في عروض مختلفه ترى في اشياء كثير في كونسيلر فونديشن كل شيء بس انا اخترت حق الفونديشن ايش العرض تشتروا الفونديشن وبلاشر وروج جلوس و ايش كمان ومثبت مكياج ب 189 ريال ايش كمان جوا فيه هذا البلاشر لما مره احتاج بلاشر بلاشر وهذا ايش ميك اب سيتنج سبراي اللي هو اللي يضبط الميك اب سيتنج سبراي السيتنج سبراي عكس الفيكس بلس انا لخبطت اوج ليش اني سويت ميك اب اليوم بهذه الاشياء ايش الغباء هذا وربنا حماره كيف طبطب بالبيوتي بلندر اذا تبغى صدق انه احيانا ما احب اغطي هالاتي ما ادري هو مرة ثقة زيادة عن الحد ولا ايش بس كذا احيانا يجيني ذاك الشعور اللي لا شكلي بالهالات احلى بعدين اخاف نص الطلعة اكنسل يعني الثقة تروح واقول ليتني حطيت كونسيلر يقول اختبارات الاسبوع الجاي والله مرة مالي خلقه عندي اختبارات الاسبوع الجاي يعني هو مو الاساسي لا اختبارات الفترية
فهمتوا؟ يعني خلاص نبدأ نختبر بالمواد اللي مو مرة، المواد اللي مو إيش اللي مو مرة، المواد اللي زي تقييم مستمر. أيوة. إبن فايونا ديت الخطول. لو أنا مو مكثرة لكل سلاح تو فيس، بس حطيت نقطة. لا. كي خلصت. بس شوف لو تلاحظ إن الطرحة ما سويتها زي أول اللي كذا كأنه في شكل هنا، لأنه حس إنه بغير. بس يلا ذي حين بنطلع. أنا ما أعرف ليش مسوي هذا الميك اب كله، في الأخير حلبس نظارة شمسية. بنات عباية اليوم من ميلار عباية. يو صح نسيت ألبس إكسسوار مرة حلو، استنى بوريكم هو. تخيلوا بنات قبل كم يوم طلبت إكسسوارات مرة حلوة. شوفوا هذا شكله يجنن، دحين أوريكم هو كيف. تلبسوه استنى الله. أكيد تعرفوه. شوفوا زي كذا بنات. تكفى يرحم أمك، الله يخليك. بيض وجهنا، تكفى تكفى. بنات أيوة أيوة. لا أمك يا أمك. صار صار. شوفوا الاعتماد على النفس، يعني صح إنه جاء أكبر. أوه ماي جاد، لا كبير بصغره دحين. في كمان زي هذه كذا، هذه أنا بلبس هذه لأنه خاص بلبس ذهب اليوم، مع إنه ما حيبان يعني جوة هذا، بس يلا شوفوا كيف. والله يعني كذا إكسترا كشوخي. المهم يلا على السيارة السيارة السيارة. عايز وصلنا جايين مور نتغدى اول شيء. يلا وجه مفقع نوم هذا، وانا ما نمت الا 5 دقائق. يلا نجرب. مو لما اقطع راضي يضبط. اقصد خلصنا من المور. اللي بعده هذا الكوفي. كيف حالكم؟ ممكن تنقل يا مجي؟ بنشرب قهوة قبل ما نروح السينما. شوفوا كيف في ألعاب كثير مرة حلو، في كتب. الكوفي مرة حلو صراحة. كنت أشرب مجال أعطف نص القهوة، هذا ما يمديك تقول صلى على النبي. امشي كي خلصنا قهوة. يلا دحين رايحين على السينما، خلاص اصلا ما في وقت، يعني لازم نروح قبل الساعة 10. احلى شيء جنب الكافي في مغسلة سيارات، عشان اي احد يغسل خلاص مرة واحدة. احراج خلاص بصور. وصلنا بنلحق على الفيلم بسرعة، باقي 10 دقائق ويبدا. لسه باقي الاعلانات، باقي باقي. يا هلا والله. ان احنا حاجزين فما راح نوقف هنا معاهم، راح ندخل على طول. ندخل هذا يعني احسه فيلم اطفال، بس يلا ان شاء الله يكون يضحك يا رب. في له هنا زاهد، هذه هنا صح؟ يلا بس الحين داخلين.
خلاص انت قرب هنا امشي وانا هذا لسه ما بدأ ما في ولا أحد ولا أحد كرم جاي مع الحاف متغطي خلاص استعداد للإقلاع أنا متربعة خلاص كلنا أيوة تخيل أول كنا داخلين قاعة غلط وكنا نقول إيش بقى كذا فاضية طلع بحسب التاكس طبعا إيش قاعد أسوي خلاص واضح لكم صح واضح من الأيباد قاعد أذاكر رب دني أوه ماي جاد طفل الأيباد هه اشتغل ايوه طبعا جالسة اذاكر بدنية لانه بكرة عندي اختبار ورسلت لنا اوراق ف ما اتوقع اني بذاكر شيء غيره خلاص انه خلاص الاوراق انا احس انه اصلا سهل ما اعرف اذا بقوم اسوي ماتشا دحين ولا لا اتوقع اني بقوم اني احس ودي اغير نفسية كذا شوية بقوم اسوي ماتشا واجلس بعدين بذاكر يعني صراحة ما راح اشرب ماتشا واذاكر عشان لا يجيني اكتئاب فوق الاكتئاب الو وعليكم السلام يلا دحين يطلع يلا بنات يوم ما تصل علي المندوب عشان الطلبية وصلت بروح أخذها واجي عندنا شيء صراحة يعني هو ايش هذا مكتوب I need حنا أقول لكم إن شاء الله أول شيء فيلو كرت شكر ها بنت لكم الخطة ولا لا عندنا هنا المبرد منتج اللي راح استخدمه بنات هذا ايش هذا زيت اظافر فيه فيتامين اي هم يقولوا انه يطول الاظافر مره فانا صراحه احتاج شيء يطول اظافري لانه انا من الناس اللي خلاص طفح الكيل ولا شيء قادر يطول اظافري ما غير اكله بس هذه المره انا خلاص قررت اني التزم واطول اظافري فطلبت هذا الزيت لانه التجارب بنات ما تمزح انا ما اعرف ليش وجهي مو باين كامل بس التجارب ما تمزح فقلت لازم اطلبه واقول لكم بنات اذا عجبني من جد بقول لكم انه ترى هذا كذا 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 واسمه من المحل الفلاني بسوي الماتشا دحين مره 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 مشتهيه ماتشا خلاص بسوي امس كنت بشتري لما كنا في جده بس طلبت قهوه اليوم تتذكر يوم رحت الكافي صح مره رهيبه مره في ماتشا ثانيه بجربها انا عندي ماتشات كثير صار عشان كذا لما انتم تسالون انه ايش اكثر ماتشا عجبتني ما اقول لكم فانا بجلس اجرب لين ما يعجبني صراحه كلها عجبتني يا اخي ما احس ما اقدر افرق بينهم واقول لكم ايش الطعمه ولا لا لقيتك صا شعوري معك ثلاثين ملي موية بنات أنا أحط الموية ترى بدرجة حرارة الغرفة يعني ما أحط موية حارة لا أسمع الصوت يا معلم الله ريحة الله الريحة بنات تفرج تيك توك جلست ناظرك خيروك تختارين اي وحشة يعني ولا اي وحشة احلف help the fact I like to be alone in my zone by myself
than I can ever see. Trying to write in my pocket. يدي عضلت. تخيل اول سويت ماتشا لصاحبتي في المدرسة عجبتها مرة، حسيت انه خلاص جاني ذاك الشعور اللي بفتح كوفي. شوفوا الماتش، شوف خلينا ندوقها مع بعض. يلا 1 2 3. الله 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 الله، لا اليوم يوم جمعة يا الله. خلاص عادي بروح ذاكر عشان الوضع طبيعي، خلاص ما في طاقة سلبية، خلاص السلامة. اشرب اشرب، قول قول بسم الله، قول بسم الله. يا عسل ما اجى صح؟ يا عسل. هلا والله بالاكتئاب. شوفوا كيف نقفل باب برجولنا. ليمون ونجلس في